شكرا للزميلة زهرة فضلي على إنجاز هذا التقرير. ينضم إلينا للبلاتو للأستوديو سيد معز شقشوق وزير النقل واللوجيستيك، أهلا بك. شكرا لك على الحضور بحضنا سي معز. استنينا حضورك برشا، ملفات كبيرة اليوم مطروحة أمام وزير النقل. احنا انا موجودين معكم والحق ملفات كبيره لكن احنا قاعدين نعالجوا فيها. اكيد. معناتها تو سمعنا على المشاكل بتاع التاكسي وبتاع الرخص، هذا كلنا نعرفوه ونعرفوا ان البلاغه اللي خرجناه باش الغينا به المنشور عدد 102 كما ذكرتوا. قبل ما ندخلوا في ملف التاكسي الفردي والاشكاليات المتعلقه به، اليوم تحيي تونس اليوم العالمي المخصص لحياه بدون سيارات. اليوم العالمي بدون سيارة. اليوم العالمي بدون سيارة، هل أنه التوانسة اليوم إلى أي مدى انخرطوا في أنهم يمشيوا المقرات العمل نتاعهم بدون سيارة؟ شوف، أول حاجة صح احنا فرحانين أن المبادرة ذي جات من عند المجتمع المدني. نعم. وإحنا كوزارة نقل شفنا من واجبنا ندعمهم ونعاودوا ننخرطوا معهم كليا في المنظومة ذي. هذه أول مرة نعرف برشا كلام تقال على كيفاش احنا اليوم الواقع نتاع النقل العمومي، نعرف انا كيفاش اليوم ما نجموش نستغناو على السياره، لكن يظهر لي العمل نتاعنا والعمل نتاع المجتمع المدني نشكرهم برشا، جمعيه فيليغوسيون نوتامون اللي هما معناتها قاموا بالمبادره ذي واكدوا على اهميتها، لان نعرفوا ان اليوم النقل العمومي راهو ماهوش باش يتطور الا ما تكون عندنا إدراك، لأن العملية ذي تصير مع بالمجتمع بكل وتكون عملية معناتها وعي كامل يصير على المجتمع من أهمية النقل العمومي. ما كانش باش نقعدوا في نفس الاستراتيجية السابقة اللي هي معناتها نشجعوا السيارات الخاصة، وشفتوا معناتها اليوم الطرقات نتاعنا كيفاش وليت مكتظة، وقد ما نعملوا استثمارات في الطرقات قد ما مش باش تهز الكراهب اللي باش يجي اللي باش تشريو. لكن هناك من يقول انه هناك من يعتبر انه اذا كان تحبوا الناس تمشي معناتها بدرجات خاصه يعني درجات فرديه، من المفروض انه تكون معناتها الطرقات مجهزه لاستيعاب هذه الدرجات. هل تونس عندها معناتها امكانيات باش تكون توفر فضاءات خاصه باش الدرجات تمشي فيها؟ شوف، هو راهو ديما قرارات استثنائيه واستراتيجيه تاخذهم البلاد، وفي في 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 الوضع هذايا نعرفوا اهميه الدراجة. تو في العالم اجمع ثم مدن كامله معناتها ان الدراجه ولات هي الوسيله رقم واحد للتنقل. احنا في تونس العاصمه لاحظنا ثم شباب قابل المواضيع هذه ويحب يمشي بدراجته، لكن السلامه على الطرقات هي اللي خلاته يعجف على استعمال الدراجه في اوقات الذروه خاصه. وهذا يظل الخطا اللي احنا قمنا به في كدوله تونسيه، لان في الظروف الاخرانيه اللي صارت فيها البلاد والكوفيد وكل مع عدد من المدن في العالم. صحيح. والمدن هذوما يعرفوا اهميه النقل واهميه زاد العدوى كيفاش تنتشر. صحيح. بالوسائل للنقل، لكن قعدنا مركزين على المشكل لكن ما قدمناش حلول. وين الحل هنا؟ الحل هو يلزم يصير عمل متكامل، راهو مش وزاره النقل هي 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 المعنيه يعني وحيده، ثم وزاره التجهيز، ثم البلديات. نعم. اللي هما لازمهم يقدموا مبادرات من الناحيه ذي وتصير تجهيز مسالك خاصه بالدرجات الناريه، بالدرجات الهوائيه والدرجات بصفه خاصه، وخاطر ثم عدد من الدرجات الكهربائيه وغيره. دونك احنا الهدف تاعنا اليوم احنا على الاقل نداركوا التاخير هذايا، وخاصه في بعض المسالك اللي هي لازمها تتوجد في البلاد. انا شفت في العدد من الاحياء في البحيره انا ثم مسالك جاهزه يعني موجوده لانه تقسيم جديد، لكن ما يتمش احترامها. ونقاو نشوفوا سيارات معناتها تطلع الماده وتوقف السيارات نتاعها بدون حتى ردع، بدون حتى معناتها مشكله اخرى في مجله الطرقات. لازمنا زاد كيف ناخذوا اجراءاتنا باش نحينوا مجله الطرقات ونحطوا مخالفات في عدم احترام هالمسالك هذه باش الدراجة تقى المسلك نتاعها كيما السيارة وكيما الحافلات زادة، هي زادة ما عندهاش مسالك خاصة به. أكيد هوني معناتها نحب نعرج على نقطة كونه اليوم يعني في المثال نتاع التهيئة العمرانية جديد وإلا في يعني التهيئة نتاع البنية التحتية، من المفروض كوزارة التجهيز تاخذ بعين الاعتبار كونه معناتها تخصص فضاءات خاصة بالدرجات الهوائية وحمايتها. حمايتها لأن تعملها مهم جدا. مسلك زادة يعني هو نجم يدخل فيه الكهرباء خطر موجود، هذا معمول به في العالم، وشفنا في الفتره الاخرى نتاع الكوفيد عدد من الكيلومتراج نتاع المسالك هذه وجدت في بيريود تاع الكوفيد. أكيد. لان البلديات اقتنعت ان يلزم نلقاو حلول للمواطن في الفتره هذه، وصار معناتها عدد من المسالك كبيره في عدد من المدن الكبيره. واضح جدا. ندخلوا نتحدثوا على ملف النقل
بصفة عامة. خلينا نبدأ بمسألة وملف التاكسي الفردي والجماعي أيضا. شنو أسباب يعني اليوم اللي خليت التاكسي أعوان التاكسي الفردي يعملوا وقفة نهار الاثنين ويهبطوا أمام مقر وزارة النقل؟ احنا مستنسين صعب الوقفه الاحتجاجيه، ولان لان منظومه النقل وخاصه منظومه النقل الغير المنتظم بصفه خاصه وقانون عدد 33/2004 اللي هو ينظم النقل البري. نعم. راهو قلناه ونعاود نقولوه اليوم وهم يسمعوا فينا، ان راهو المنظومه هذه معناتها ما عادش ملائمه للواقع نتاعنا اليوم، وخاصه واقع النقل الغير المنتظم التاكسي واللواج وغيره. اليوم المقترحين واحنا وهذا علاش حاولنا نعالجوا المنشوع ضد 40، لكن كانت فيه زاد اشكاليات كبيره وسمعتوا البورتاج معناتها ذكر عاد هالاشكاليات هذه، لكن كي حاولنا باش نعدلوا المنشوع ضد 40 وعملنا المنشور 201 كيف صار قرار من المحكمه الاداريه وتم ابطاله. معناتها اي منشور احنا باش نحاولوا باش نعالجوا به المنظومه هذه ماهوش باش يلبي الطلب وباش مده باش يعاود يخلق اشكاليات اخرى. هو المشروع يعني لهنا المنشور عدد 40 هو المتعلق باسناد الرخص، هو تحديد الاولويه مو تحديد هو الاولويه، هو الرخص في علاقه باسناد الرخص. هو المنظوم هو المنظومه نتاع اسناد الرخص منظمه بقانون وبامر. هالامر الاوامر هذه قديمه وحمل وصار تحيين عدد من المرات، لكن مشكله الاولويه شكون ياخذ رخصه قبل صاحبه. هذه تم تنظيمها سابقا بمنشور، وهو في الحقيقه يلزم تصير في الامر بيدو. يعني يقول لك هو الجهه الوحيده المخوله انها تعطي الرخص هي منظمه الاعراف. لا، هو منظمه هو الوالي، السلطه الجهويه اللي تعطي الرخصه هو الوالي. نعم. لكن الوالي يعطي الرخصه في المنظومه هذه اللي هي قلت لك معناتها منظومه قديمه، منظومه وصلت لحد ما عادش نجم نتقدم فيه وما عادش نجم نكملوا ونعتمدوها. هذاك علاش احنا طلبنا منظمه الاعراف وجميع الهياكل والمتدخلين في المنظومه نتاع النقل الغير منتظم من تاكسي ولواج والغرف المهنيه والجمعيات والناس اللي هم يحبوا يدخلوا يتعاملوا معنا في الموضوع هذا باش نحطوا منظومه جديده. وعندنا عدد من الامثله في العالم، ماناش باش نبتكروا منظومه جديده. راهو المنظومات نتاع النقل التاكسيات موجوده في العالم الكل، ثم قوانين تنظمها، ثم اوامر، ثم نصوص ترتيبيه. اليوم نتخلاو على هالمنظومه هذه، طالبين احنا باش نتخلاو قطعيا قطع معها ونتحولوا منظومه جديده على فيها الرقمنه. لان اليوم نرجعوا علاش المشكله زاد المشكله رانا نتعداو ببيروقراطيه كبيره، ولا الملفات نتاع الرخص راهي تتعدى بملفات ورقيه وفي لجان ومجالس استشاريه وغيره. هم اعتبروا انه اسناد الرخص يعني ابرزها يتم بالتدليس وتدليس وثائق رسميه، لان المنظومه تمر بيروقراطيه وباسناد كلها تصير بطريقه غير عمل اللجان. معناتها نقول لك قديمه، اليوم ثم امكانيات باش نرقموا هالمنظومه ذي، يعني تنجم تراقب يعني شكون اخذ، نعرف شكون اخذ بطاقه مهنيه، شكون ما اخذاش، قداش عنده اقدميه في السياقه في التاكسي، شكون ما عندوش، لان اذا كان باش نخليه القطاع كما هو تو احنا نعرفوا اليوم ثم عدد من الشوفر نتاع التاكسيات مساكن عنده 10 سنين و15 عام يستنى في رخصه. لكن سيد الوزير، هل بقيت مسألة الرقمنة شعار فقط؟ لا لا اليوم لا في لا على مستوى بعض الوزارات، مش نتحدث كان على وزارة النقل، لكن نشوفوا يعني إلى أي مدى مشيتوا في مسألة الرقمنة؟ شوف احنا ثم تأخير كبير على مستوى الرقمنة في وزارة النقل، وثم عدد من المشاريع اللي ما تمش إنجازها. نرجع بعد كان تحب على المنظومة بايزومبل نتاع البيوتيك والابليكاسيون اللي تستعملوا فيهم اليوم باش نجموا نعرفوا الحافلة تجي وتمشي. اليوم كيف اليوم في العالم أجمع التاكسي ولا التنقل الغير منتظم راهو يتم تنظيمه بتطبيقات. ما عادش هذه توقف في تاكسي توقف له وتوقف في الكياس كما مستنسين، وما عادش ثم النوسيون تاع محطات في العالم، مش نحكيو على تونس، احنا مازلنا في تونس التو نلقاو نقل جماعي، التاكسي الجماعي محطوط في بلايص راهو فيهم كيفاش لي ستاسيون زاده في مناطق حضريه، نشوفوا لي تاكسيات كيفاش معناتها يوقفوا شوفور يوقفوا حريف ما يوقفلوش، وهذا كل معناتها يعاقبوا القانون. لكن قداش باش نعاقب؟ قداش؟ صحيح. اليوم تجاوزات كبيره، لان هالمنظومات هذوما ما عادش لازم نطوروا، وباش نطوروا انا تو جيت في تاكسي والتاكسي ذي تستعمل استعملت اون ابليكاسيون استعملتها وجاني حتى الوزاره وهزني وجابني في الوقت دايور والكورسه واضحه صحيح مرتفعه.
التعريفة، وهذا يسحق تنظيم، وهذا احنا تو نحبوا نخدموا عليه، ومع التاكسيات وعملية إسناد الرخص وعملية التعريفات اللي تتطبق في الوحدة ذي كما في العالم أجمع. أنت ما دامك تحدثت على إسناد الرخص وأيضا السيارات الأجرة اللي تجي لهنا معناتها وتتنقل، وأنت تنقلت سيد الوزير اليوم بالتاكسي، فماشي تنسيق ما بين وزارة النقل وما بين وزارة الداخلية ممثلة في الولاية في علاقة بإسناد التراخيص الخاصة لمواطنين اللي ما نعرفوهمش شكون، باش ما يكونوش سائقين منحرفين وإلا يمثلوا خطر على المواطن التونسي. هو التنسيق، هو عملية إسناد الرخص، نعاود نذكر أنا راهي تتعمل على مستوى جهوي كاملة، واحنا ممثلين وزارة النقل كأي وزارة أخرى في اللجنة الاستشارية اللي ياخذ بعين الاعتبار الوالي قبل إسناد الرخص. نعاود نقول أن اليوم هالمنظومة هذه وطريقة العمل اللجنة الاستشارية وطريقة إسناد الرخص اللي هي عملية بيروقراطية وليست مراقمة، اليوم نتحدى أن يعطوني عدد الرخص اللي هي مستغلة حاليا، نجم مسندة وثم ناس معناتها الله أعلم عليهم توفاوا ولا حيين ولا ما نعرفوش فينهم ولا خرجوا لبرا، وما عندناش اليوم أبار الفيشي نتاع لي سيرفيس تكنيك نتاعنا نتاع لا 3T اللي هما عندهم بيسكو لي ماتريكول نتاع لي تاكسي ولي لواج الكل، ولكن وحتى هذاك يستحق تحيين لان عدد من السيارات سال الانتفاع بها وما عادش دور في طرقاتنا. دونك عمليه مش معقده هي، اما يلزم رقمنه، ما عادش نحكيو على حد شيء الا ما نجمو نرقمنو هالقطاع هذا على غرار ما قاعد يصير في البلدان العالم اجمع متقدم الكل، وهذا مهم برشا الحقيقه. حتى معناتها في طرحنا لبرشا ملفات في بلاتو الاولى مساء، يعني حاولنا انه ايضا في مساله التوجيه الجامعي، وقت اللي شفنا انه العمليه مرقمنه يعني تنجم تراقب حتى شكون التلميذ اللي نجح مثلا معدل اكثر منك، اي شعبه توجه ذولي، هذه حاجه باهيه برشا وخطوه معناتها تنجم تكون القدام باش تنجم تعرف انه ما تصيرش تجاوزات في حتى قطاع. يظهري اليوم مهم جدا انه يتم رقمنه العمليه في علاقه بقطاعنا. وثم عمليه زاد تنظيم اللي هي احنا ما عندناش هيئات تنظيميه لقطاع النقل البري. هذا زاد غياب، هذا غياب من الحاجات اللي ما طبقتش في القانون تاع 2004، والهيئات هذه اليوم لازمها تكون موجوده على مستوى البلديات ولا على مستوى عدد من البلديات، مستوى جهات معينه باش ينظموا معنا ويحدوا الاستراتيجيات لتطوير هالقطاع، لان اذا كان احنا دورنا ودور الولايه ودور الجهه يوقف على حد اسناد الرخص وعمليه بيروقراطيه، ما نصوروش رانا باش نجموا نطوروا بالنقل، باش نقعدوا في نفس لا دوموند وتقعدوا احنا في المنظومه اللي هي نعرفوا المستوى. بربي سيد الوزير، يعني بالنسبه للتاكسيات ياخذوا البي 3 نتاعهم يعني كيف كل هو كل ملف كله يتقدم بالطريقه الوثائق كله هذا منصوص عليه، وهذاك علاش الليجان تدرس هالوثائق هذه، لكن نجم نتخلاو على الوثائق هذه لان الوثائق هذه نجم تكون في منظومه رقميه وعندنا الامكانيات باش نثبتوا وتكون عمليه ترتيب الاولويه مرقمنه. مهم. ما عندكش انت علاش باش تعمل لجنه باش ترقب هي باش تحدد هي الاولويه حسب الوثائق وحسب المعطيات التي تقدمت التي تتم تثبت منها في وسائل رقميه، ونخرجوا من هل التدخل العنصر البشري في مجال الاولويات خاصه اللي خلقت اشكال كبير، لان نقاو عباد اليوم تشكي تقول لك انا عندي 15 عام وما خذيتش رخصه، غيري عنده اقل وموش موجود وثم عدد من الملفات، احنا مشكله زاده حتى نتبعوا ثم عدد من الملفات وكبيره معناتها. شفت انت توذكرتوا ملف في منوبه لكن ثم ملفات في ولايات اخرى زاد كيف وهذا يوقفنا عليه، ولكن كان باش نقعدوا احنا نعالجوا هالمنظومه هذه بنفس الطريقه مش باش نحسن، مش باش تحسن، واحنا طالبين اليوم الا نحن نرتقيوا بالمنظومه هذه على غرار بلدان متقدمه ثم عدد من التجارب. في علاقه بالتشكيات سيد الوزير، اذا كان انسان يتعرض لاي مثلا هرسله ولا تحويل وجهه من قبل سائق تاكسي، التشكيات هل انه تمشي لوزاره الداخليه ولا لوزاره النقل عندها يعني علاقه؟ اما احنا دورنا كي نراقبوا زاد اللي تاكسي ولا اللواج وكل، ثم دور رقابي يقوموا به على مستوى 24 جهه، ولكن لنا نحب نعرج على اشكال وذكرت عدد من المرات ان اليوم عدد المراقبين في وزاره النقل ما يفوتش اربعه مراقبين، معدل اربعه مراقبين لكل ولايه. صح.
معناتها أربعة مراقبين باش يراقبوا ولاية كاملة، وقداش من رخصة وقداش من تاكسي وقداش من نقل عرضي وقداش من نقل عبر البضائع وشاحنات وغيره، معناتها لي مويان دو كونترول، وسائل المراقبة ولا الآليات نتاع المراقبة ضعيفة وضعيفة جدا. وإحنا نقوم بعملنا، لكن هذا لا يكفي، أنا ثم عدد من التجاوزات، وهذاك علاش لازمنا مراجعة حتى في عملية الرقابة اللي تكون أكثر فيها موارد بشرية والناس تعاون وردع أيضا زيادة للمنحرفين والمتجاوزين أيضا اللي يتجاوزوا القانون في علاقة بالموضوع ذي. وثم منهم موجود عنا تدخل هاتفي سيد الوزير لنقابة التاكسي الفردي سيد هشام العامري، باش يدخل معنا عبر الهاتف. عسلامة سي هشام. مرحبا بك. مرحبا أخت فاطمة وضيفك سيد وزير النقل. مرحبا سي هشام. مرحبا بك وكيف مشاهدين القناة الوطنية. إشكالية في علاقة بالتاكسي اليوم الفردي في علاقة بمنظومة النقل العمومي غير المنتظم، يظهر لي أنتم أبرز الإشكاليات يعني في علاقة بإسناد الرخص. أكيد أكيد أخت فاطمة، نحب نشكرك الساعة قبل كل شيء على الروبورتاج اللي عديتوه. ما غير شكر مثالش، احنا هذية واجبنا نحاولوا أنه ندرسوا. سؤالك للسيد الوزير سي هشام. سؤالي للسيد الوزير، احنا قمنا كما تعرفوا كما بلغكم بوقف احتجاجية يوم الاثنين الفارط، ورفعنا فيها عديد شعارات، من أبرزها معناتها توقيف المنشور عدد 201، وعندنا عديد المطالب الأخرى اللي تتعلق بمنشور عدد 13 اللي معناتها ينظم اللي فيه معناتها كيفاش باش تتم عملية معناتها تطهير القطاع من الدخلاء، وعنا عديد المطالب الأخرى. وسؤالي للسيد الوزير، منشور عدد 40 سيد وزير النقل، أنت كنت تحكي تو تقول اللي معناتها المنشور عدد 40 كان الوالي يسند الرخص. وانا نحب نقول لك سيد الوزير اللي المطه الرابعه في منشور عدد 40 كان يقول اللي اتحاد الصناعه والتجاره والصناعه التقليديه معناتها هو اللي يعطي المباشره من عدمها للمهنيين باش ينجم كل مهني معناتها يتحصل على الرخصه نتاعو ويثبت معناتها وتثبت الغرفه اسكو هو مباشر او غير مباشر. هنا نحب نقول لك سيد الوزير لو صار برشا فساد احنا رانا معناتها اصحاب طيب. نعم علاش وقفناه المنشور عدد 40 نفس اللي قلته تو؟ اي احنا رانا اصحاب مهنه ونعرفوا شنو هي قاعد يصير. الرخص ولات ولا ابتزاز للمهنيين. الرخص ولات معناتها تتعطى في القهاوي، شنو يلزمك تجيني للقهوه باش شنو اقتراحاتكم سي هشام؟ اقتراحاتنا وقت اللي جا المنشور عدد 201 اخت فاطمه احنا فرحنا برشا لانه المنشور 201 الغى المطه هذه واعطاه معناتها اعطاه الاولويه للدوله باش هي معناتها تعطي هالمباشره هذه من عدمها. وفرحنا برشا كي جا المنشور عدد 201 طيب. وقلنا اللي معناتها باش تتنحى هذيك نتاع معناتها الابتزاز نتاع الصناع اللي هما السواق الاجراء. وفرحنا ما رعنا كان سيد الوزير في 15 معناتها سبتمبر الفارط يبعث مكتوب معناتها يراسل به الولايات يقول اللي تم الايقاف على منشور 201 بعله انه شخص والا بعض الاشخاص تقدموا للمحكمه الاداريه وعملوا شك. احنا نعرف حركهم الاشخاص هذوما ونعرفوا شكون حرضهم. شكون سامحني سي هشام شكون اللي حرضهم؟ شكون المبتغى من الشكوى هذه؟ هو انه فما بعض النقابيين اللي تتعلق بهم شبهات فساد حبوا يرجعوا المنشور عدد 40 طيب لانه المنشور عدد 40 كان يخدمهم. واضح سي هشام. واضح سي هشام العامري، الفكره نتاعك وصلت. نحاولوا احنا ناخذوا اجابه من عند السيد الوزير في علاقه بالموضوع هذا. يعني هل تم الغاء المنشوره 201 والرجوع للمنشور 40؟ هو مش نوضح خاطر هو ذول ثم خلط شويه في الموضوع، ورغم من البيان والبلاغ والمراسله اللي بعثناها السيد الولايات واضحه. المنشور عدد 40 تم الغائه بالمنشور عدد 201. واضح. المنشور 201 وعلاش الغيناه؟ للمشكل اللي ذكره السيد، وفي نفس الوقت ثم حكم راهو محكمه اداريه. طيب. احنا اعتمدناه لالغاء منشور عدد 40 على الاقل. المنشور هذايا فيه بعض
الاشياء اللي هي ماهيش ملائمه للمنظومه النقل غير منتظم ولا الاوامر والقوانين. كي عملنا المنشور 201 رغم عملناه بالتشارك راهو ماهوش وحدنا، طيب. احنا كوزاره تشاورنا مع الاطراف ونشرناه وبدينا نخدموا به. كيف كيف صارت قضيه ومحكمه اداريه وتم الغاء. علاش تم الغاء بناء على الحكم يعني ما بين نقابات يعني هو مشاكل لان المنظومه عاود نقولها المنظومه مبنيه بالغلط غلط. وما عادش نجموا نحاولوا نعملوا نظموها بالمناشير يعني ثم منظمه الاعراف ثم المنظمه اللي تابعه الاتحاد العام التونسي للشغل نقابات التاكسي الفردي هما شوف هي المنظمه الاكثر تمثيليا هي الاكثر تمثيليا هي عندها مقعد بالنسبه للجنه الاستشاريه والاعضاء والجمعيات الاخرين يعيطوا لهم في اللجنة الاستشارية هذه كأعضاء ملاحظين. احنا اليوم مشكلتنا مش في الأعضاء ولا مش عضو ولا تتدخل في المنظومة ولا ما تدخلش، ثم عنصر بشري في طيب. استعمالية الإسناد ثمش رقمنا ما نبه الملفات اليوم وزير النقل أكيد. غير قادر أن يحصر عدد المطالب على مستوى وطني ما نجمش يحصر عدد الرخص بصفة دقيقة فاش نحكيه نحكيه على منظومة آلية بيروقراطية وصلت للإشكال هذا كل. دونك احنا اليوم حتى كان باش نعلو منشور سميه اللي تحب 301 405 كيف كيف باش نلغيو به 201 ونلغيو به 40 ونعلو منشور نفس الاشياء باش تتعاود باش يمشيو للمحكمه الاداريه وعندهم علاش يستندوا ومحكمه الاداريه سي ما واضحه الحكم نتاعها مرضيه ثبتنا فيه كما ثبتنا في الحكم تاع المنشور عدد 40 واضح ان اي منشور باش نقوموا به اليوم راهو باش يتم اسقاطه في المحكمه الاداريه ضغط كبير وزاره النقل نرجعوا للاصل صحيح. قبل المنشور عدد 40 وقبل المنشور عدد 201 كان ما كانش ثم مناشير هذه وكانت الجهه نجمت تعطي الرخص به نقولوا احنا توا هات نعالجوا الملف كما كنا بناء على الامر بناء على القانون وخلينا في المشاكل هذه اللي هما توا نحبوا احنا نتفاداوهم في المستقبل نحلوهم بالرقمنه دونك احنا ذكروا السيد منشور عدد 13 احنا معاه واقوى من هيك باش نعملوا زاده حتى لجنه وطنيه لتطهير هالقطاع هذايا وثما برشا دخلاء لا باز دو دوني اليوم قاعده البيانات لازمها تتحدد بدقه وهذا يظل لي هذايا اللي باش يخلي الوزاره تحل برشا مشاكل وملفات في علاقه ببرشا قطاعات زاده خاطر اليوم الدوسيات الكل محلوله سيدي احنا كان باش نقعدوا الفوق وما نعملوش ونخليوا المنظومه على ما هي عليه ما ناش باش نصلحوا وهذاك علاش احنا طلبنا باش الغينا جميع المناشير هذه وطلبنا السيد الولي باش يعطيونا المعطيات على الرخص اللي تم اسنادها وباش نحلوا الملف برمته بالاطار القانوني نتاعو بالاطار الترتيبي نتاعو بالسيستيم انفورماتيك هذوما لازم يتحطوا المنظومات الرقميه خاطر ما نجموش اوترومون باش نقعدوا راهو زيد المزيد تدقيق مشاكل مش تشوف بلاتفورم دو ديجيتاليزاسيون يلزمها موجوده البرمجه تصير وموجوده تخدم علاش احنا معناتها من 2016 نتذكر وانا نعلن عليهم اما حتى لتوا معناتها مازلنا ما قدمناش شيء ثم موجودين اليوم في تونس ودي ستارت اب وخدموا تطبيقات وانا قابلت عدد منهم احنا نعطيهم فرصه خليهم يطبقوا يعملونا تطبيقات وننفذوهم ونخرجوا من المنظومه نتاع احنا خدمه وقت معين كهو ما عادش نجموا نكملوا به برشا دوسيات اخرين محلولين في وزاره النقل في علاقه بالنقل العمومي في علاقه ببورت رادس في علاقه بالاجراءات زاده انخراط وزاره النقل في علاقه بالاجراءات بروتوكول الصحي وغيره في الحملة الوطنية للتلقيح باش نشوفوا تقرير مصور حول قطاع النقل الإشكاليات والحلول ثم لنعود. يعد قطاع النقل من أبرز القطاعات الحيوية في البلاد إلى جانب الصحة والتعليم وهو أحد الركائز الأساسية في تحقيق التنمية وأهدافها بالنظر إلى الدور الذي يضطلع به على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية لكن ظل هذا القطاع على امتداد سنوات يعيش إشكالات عدة ويواجه تحديات كبرى بمختلف مجالاته البرية والبحرية والجوية حالت دون الارتقاء به إلى مستوى الآمال والتطلعات تقادم الأسطول وتفاقم الديون من أبرز الأسباب حيث تشهد شركات القطاع أزمات مالية غير مسبوقة عطلت جهود الإصلاح وانعكست سلبا على جودة الخدمات والمظاهر اليومية في ذلك عديدة ففضلا عن التقادم يعرف أسطول النقل بمختلف مستوياته نقصا واضحا أمام تضاعف أعداد الحرفاء وحاجتهم لوسائل النقل في قضاء شؤونهم اليومية ما ولد الاكتظاظ والازدحام وتأخر السفرات وغيابها أحيانا في معاناة باتت مألوفة لدى العامة وهي أيضا معلومة لدى سلطة الإشراف
وقد عملت شركات النقل في السنوات الأخيرة على سد النقص في الأسطول عبر الاقتناء، شملت بالأساس حافلات فرنسية مستعملة في عمليات لم تخلو من تذمرات تتعلق أساسا بعامل الجودة. وتقدر حاجيات شركات النقل وفق مسؤول القطاع إلى 1200 حافلة جديدة، من بينها 600 حافلة لشركة نقل تونس. هذه الشركة التي تؤمن سنويا نقل حوالي 800 ألف مسافر، لكنها تواجه معضلة عدم خلاص التذاكر، وهي معضلة تفوت على الشركة عائدات تقدر ب 800 مليون دينار سنويا. وينسحب تقادم الأسطول أيضا على المترو الخفيف والقطارات، وسط مطالب بالحرص على تجديدها وإجراء إصلاحات بشبكة السكك الحديدية، حيث لم يتم منذ الاستقلال سوى إضافة 65 كيلومترا فقط من السكك، كما أن تراجع نشاطها أثر سلبا على مجموع مداخيل النقل بنسبة سلبية ناهزت 41% السنتين الماضيتين. وتطال مطالب الإصلاح أيضا قطاعات النقل البحري والجوي، حيث تعيش شركة الخطوط التونسية مصاعب مالية كبرى في ظل بلوغ مجموع ديونها لفائدة البنوك والمزودين حوالي 2200 مليون دينار، ومشاكل أخرى متراكمة زادت جائحة كورونا من تعميقها. عديدة هي الإشكاليات التي يواجهها قطاع النقل رغم جهود الإصلاح ومحاولات التطوير المستمرة، ولئن باتت معلومة لدى القائمين على هذا القطاع فإن الإصلاح بات ضروريا اليوم بوضع خطة شاملة بعيدا عن الحلول الظرفية، وبالمرور من خانة التشخيص والتعهدات إلى خانة التنفيذ والإصلاح. شكرا لزميل نزار الزغدودي، حقيقة جاب على كل الجوانب المتعلقة بالنقل البري بصفة عامة. سيد الوزير، قبل ما نتحدث على النقل البري، اليوم النقل بصفة عامة، قطاع النقل هو قطاع تنموي حيوي، معناتها قطاع استراتيجي يساهم بنسبة 7% في الناتج المحلي الخام، هذا حسب إحصائيات 2015. وما زالت وزارة النقل اليوم تتعهد بالإصلاح عبر إنجازات علىها تحل معضلة النقل في تونس. بداية، كيف نقيم وضعية وجودة الخدمات في النقل العمومي؟ هو ذولي مثلا ما نختلفوش، معناتها اليوم جودة الخدمات المقدمة لحرفائنا في النقل العمومي ولا النقل البري، الحافلات نتاع شركات النقل الوطنية والجهوية اليوم نقائص كبيرة. ما ناش باش نشخصهم كما سمعت الصحة، معناتها يزينا ما شخصنا ونعرفوا الوضع، أي واحد تسألوا عن النقل يعرف شو يقول ويعرف شو قاعد يتلقاكم خدمات. لكن زادة ما نزلنا نكونوا واقعين. شو معناتها واقعين؟ الوضعيه اللي وصلنا لها راهي تراكمات نتاع قرارات غلطه وسياسات وصلت الوضعيه دي. احنا مش نجم نصلحه، يلزمنا ساعه والحاجه نقفوا على بعض القرارات اللي تم اتخاذها ولا خليتها الكارثه دي. كي نجيو نحكيوا على الحافلات المستعمله، تو من شيره احنا نحبوا خدمات نرتقيوا بالخدمات، ومن شيره نعرفوا النقص اللي عندنا في 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 في, في الاسطول، ونعرفوا أهمية أن نعطيه رؤية جديدة للنقل العمومي، لأن الحريف يطلع في حافلة اليوم يقعها مسخة، يقعها ماهيش ملائمة ومهشمة أيضا، ومهشمة ذيك حاجة أخرى، ذيك الفونداليزم وغيره، ومواطنين ذيك حاجة أخرى. لكن زاد زيدوا نقاو حافلات اللي هي بوليونت، معناتها حتى في الناحية مضرة بالبيئة، مضرة بالبيئة. اليوم معناتها يا احنا نقطع محل ما هذايا ونمشيو المنظومه كيما الدول المتقدمه وكيما الناس اللي لازم تخدم، ولا نقعدوا بنفس الطرق الاسليب القديمه اللي هي معناتها نعرفوها ونوصلوا. طيب كيف نجموا نقطعوا مع المنظومه؟ لانه وزاره النقل دولوا عليها برشا وزراء، انت كي باش تقارن لكن حتى الان الاصلاح هو اللي لازم. ثم ثلاثة مستويات. انا نقول اليوم ساعه اول حاجه لازمنا نستثمروا في النقل العمومي. وين هما الاستثمارات؟ اليوم صفقات متاخره يتمش انجازها لاقتناءات الحافلات، ثم علاش؟ لكن مش معقول اليوم ان شركه النقل نظرا للوضعيه الماليه نتاعهم ما يتلقاوش التمويلات الضروريه لاقتناء حافلات، ونقعدوا
ماشيين جايين ملفات بين الوزارة المالية وبين البنوك باش نجموا ننزو الاستثمارات هذه. دونك يلزم منظومة جديدة، مقاربة جديدة للاستثمار، وما عادش نستثمروا في حاجات مستعملة، نمشيو في استثمارات ملائمة للبيئة وفي حافلات تليق بالمواطن التونسي. السؤال، هل هناك إمكانيات سيد الوزير؟ شوف اقتناء حافلات اليوم، هل أن البنوك تسهل في القروضات باش تنجموا تقترضوا وتاخذوا حافلات جديدة؟ احنا رينا عزوف البنوك التونسية لتمويل هالمشاريع الاقتصادية، لتمويل الدولة، خاطر احنا نعطيو بضمان الدولة، بضمان الدولة وما ناخذوش القروض هذه اليوم. ثم شركات نقل على 20 حافلة عندهم عامين ما نجموش يتسلموهم، حاضرين الحفلات ما نجموش يتسلموهم لأن الإجراءات طولت والبنوك ما قامتش بتقديم هالقروض هذه، وقعدنا معناتها وقتاش باش نشريوهم، وقتاش المواطن يعاني كل يوم في حافلات قديمة ومهترئة، ومن بعد نجي ونقاو حافلات مستعملة. احنا رفضنا ساعة أول حاجة اقتناء الحافلات المستعملة، هذه كسياسة نقطع معها، لأن نعرفه يمكن في وقت معين مشيت، لكن احنا ما عادش مش نشريو حافلات مستعملة. احنا طالبين اليوم مقاربة جديدة، معناتها ما عادش نشريو الحافلات كما اقتناهم قبل، ونشوفوا وسائل تمويلات جديدة وتكون معناتها حتى ما عند المصنع باش نحاولوا نرتقيوا بالاسطول نتاعنا وناخذوا حافلات حسب مواصفات جديده. لان اليوم هناك الفرضيه هذه مطروحه، يعني نفهم التونسي يشوف الحافله الصفراء ولا الحافله البيضاء ولا توا نفس الكاليتي، نفس المواصفات، نفس اللي نقولوا احنا الجوده، وحتى الاستغلال نتاعها هو بيدو ما راش حتى تطور، توا كراها بتطورت الحافلات تتطور اليوم، معناتها نقاو في نفس النوعيه نتاع الحافلات، عدم تجديد الاسطول. لا، ثم طريقه في الاقتناءات. انت اليوم كي تشري سياره، صحيح عندنا اشكال احنا توا في التمويل، وهذا نعرف قلتوا انا، حتى بعض الشركات وبعض البنوك اليوم اسهل للمواطن التونسي باش يشري سياره خاصه كل شركه وطنيه باش تشري حافله من عند مزود، لان الطرق نتاع التمويل نتاع هالوسائل العموميه راهي بالحق صعيبه ولات، وذاك علاش يلزمنا نلوجوا على حلول اخرى مش باش تكون من تونس، ولا حتى نقاوم ممولين من الخارج، لان راهو ما نجموش نواصلوا بالطريقه ذي. لان قداش عندنا الاسطول اليوم اللي يخدم، معناتها قداش معنا من حافله معناتها جاهزه للاستعمال، وقداش معنا من حافله معناتها غير مستعمل؟ رقمين، تم الوضعيه بالنسبه للجهات الداخليه خير شويه من الوضعيه في المدن الكبرى اللي هي صفاقس وتونس. اليوم نسبة الجاهزية بالنسبة لصفاقس 50% ولا أكثر شوي، وكيف كيف نفس النسبة بالنسبة لشركة النقل تونس. عليه هذا لأن كبر سعر الأسطول والتحديات الكبيرة اللي عند الشركات هذه، ما نحكيوش على التعريف خاطر جدا نرجعوا له، هذه مسببات. احنا قمنا بتعديل عمناول، لكن هالتعديل هذا لازم نفهمه. شوف مقارنة بسيطة، المواطن يمشي يوقف اليوم في قهوة باش ياخذ كابوسان ولا باش ياخذ اكسبريس، مع يعقل ان الكابوسان والاكسبريس ارخص من تذكرة الحافلة؟ نعم. دور في اي بلدان العالم الكل كان تقع الحاجة ذي، احنا مستعدين نردوه ودايوغ دو بريفيرونس، احنا نبيعوا فيه ب 500 تذكرة ولا بدينار، عاد نردوه جراتوي وكهو، نردوه جراتوي. مع هذا ثم معناتها التجاوزات في علاقة المواطنين اللي ما يخلصوش سعر التذكرة، هو جوستما اذا كان انت المنظومة الكل خسائر كبيرة لنقل تونس، اذا كان المنظومة الكل اليوم انت في الاخر بالكل باش تستخلص تذكرة ب 50 فرنك يا اخويا، هات ردوها مجانا وخلي الدولة تدعم هي بطبيعتها النقل العمومي، الدعم وهي دعمته عاد الويه. احنا تعب التقشف المعتمدة في برشا وزارات، هل عطلت هذه المشاريع اللي من المفروض وزارة النقل تتقدم فيها وتشري اسطول جديد وتحسن في برشا وضعيات؟ المنح اللي ناخذ منها من عند الدولة رغم هي تتجاوز 95% من ميزانية وزارة النقل، لا تكفي لحاجيات شركات النقل الجهوية والوطنية. وضعية المالية العمومية، احنا اليوم ميزانية وزارة النقل ريسك هي بيدها. طيب. مدة سنوات. والدعم هذايا هو بيده. مدة سنوات، رغم ارتفاع التعريفات في عدد من المحروقات في الشهريات في جميع الشارج اللي عند الشركات اليوم ترتفع، واحنا الدعم نتاعنا هو بيدو الدولة، ما تتقاعد الدعم في النقل بطريقة هي بيدها ما تبدل شيء، ونجيو ندافعوا على الميزانية نتاعنا في مجلس النواب ولا غيره، نفس المقاربة نفس الإشكاليات ونفس المقاربة ونفس الأرقام. قلت لي حاجة مهمة معلومة، أنا نعتبرها الاستثمار في القطاع النقل العمومي، تشري أسطول جديد وإلا دخلوا خواص يعني لهنا باش يحسن في الأسطول. احنا جدا نحب نأكد لنا أول حاجة لازمنا الاستثمار في وسائل نقل حديثة وملائمة للبيئة،
باش يصير الاستثمار هذايا يلزم نقاو تمويلات. حاجه اخرى يلزم زاد اعاده هيكله الشركات هذيا، ثم حوكمه نتاعها، ثم عدد من الاشياء اختلالات اللي احنا فقنا بهم ما نعرفوهم، لكن يلزم فيهم قرارات وتعديلات قانونيه وترتيبيه، ما ماش صعيبه راهو ما تتعمل. ثالث حاجه مهمه نعاود نقولها الا هي المنظومه بكلها. اذا كان اليوم احنا نحبوا نرتقيوا بهالمنظومه هذيا، زاد يلزم نفهموا ان راهو التعريفات المطبقه اليوم اللي هي تعريفات ايش اكثر من اجتماعيه، يا نحافظوا عليها بدعم اكثر من الدوله، يا نرتقيوا بها بحسب القدره الشرائيه وحسب تطور الاسعار في البلاد. طيب جدا، ما ثماش حاجه اخرى. نعم. ولا نقاو اليات اضافيه لتحفيز اقتناء الحافلات بالنسبه للحافلات القطاع العمومي والقطاع الخاص. الحافله بشوي توصل في الوقت. شوف مشكله الوقت، انا اليوم خذيت الحافله الصباح وجيت مخ، مش نكون واضحه معناتها مش جربت معناتها جربين كل شيء، مش هذيك المشكله. المشكله راهو ما عندكش مسالك خاصه للحافلات في بلادنا، اكتظاظ السيارات وطرقات ضيقه، الكياسات صغيره والحركة أكبر من الحافلة. إذا كان الحافلة تتشد في مبوتياج عاد كيف كيف، ما تنجمش توصف الوقت. به نمشيو الملف يعني شائك، ثم برشا يعتبروه الصندوق الأسود في وزارة النقل، صندوق الأسود في الدولة التونسية. حكومات برشا تعاقبت وجيت يقعد ميناء رادس هو صندوق أسود، رغم اعتباره كأهمية اقتصادية كبيرة. حاولنا أنه نثير زادة ملف رادس، علاش الملف سيد الوزير في وضعية ما بين أنه حاويات ما يتمش إفراخها، سفن تدخل وتقعد بالأشهر، وأيضا معناتها هناك من يعتبر أنه ثم فساد كبير مستشري في الميناء. شوف احنا باش نبدأ واضحين، من ملف من رادس حليناه من أول ما شديت سنة. نعم. سنة في الوزارة، ملف معقد شوي، لكن راهو ماهوش شكل بالتعقيد الا يتصور من ناحيه معقد. باش يعني نبداو هو ثم ساعه. اول حاجه قله تنظيم الميناء وتراكمات قله تنظيم الميناء. الميناء مش منظم من الداخل، واي حاجه مش منظمه في اللوجيستيك راهو سي لي ريغل اي سي لا ديسيبلين اي سي او ميم طون معناتها لا فاسون افيك لاكيل اون جير لو بور، طريقة التصرف في الميناء واستغلال الميناء. الميناء موش منظم، وانا عينت هذا عدد من الزيارات. يعني الميناء غير قادر على استيعاب الحجم الكبير متاع السفن. هو الميناء لما تم وضعه باش يكون للمجرورات مش للحاويات. والمشكلة اللي هو تم استغلاله بعد للحاويات بنفس الطريقة اللي احنا بدينا نستغلوا فيه في السنوات الأولى على الحاويات. دوك ولت فيه إشكاليات متاع حركة في وسط الميناء. هذا لا ينفي صحيح التنظيم هذا يلزم نرجعوا التنظيم، واحنا عندنا توا مخطط كامل بدينا فيه راهو، معناتها الناس مش قاعده تشوف، لانه المردوديه نتاع ستام مش المؤشر الوحيد راهو. حتى كي تمشي للميناء وانت تشوفوا طريقه اكل الحاويات كيفاش منظمين اكل لا سينياليزاسيون في وسط الميناء، كيفاش احنا اون ستوك، كيفاش المعدات اللي تعتمدهم ستام باش تنقل الحاويات وغيرها. هي اللي تتعهد بالتنظيم، هي اللي عندها اللزمه اللي تقوم بالعمليات هذه. دونك احنا كي يبدا هو هذه عمليه معقده. علاش معقده؟ لان ثم تدخل بعديد من المتدخلين في العمليات هذه. تبدا من السفينه وصاحب السفينه وتوفى بعد حتى للناقل ولا حتى للكليون اللي هو باش ياخذ الحاويه ولا باش ياخذ هالامور. اذا كان انت ميون في وسط هالشين هذه متدخلين يكون ديفايون ولا يكون مساهم في الديفايونس، خاطر تو وريناهم احنا الناس كل سهل ياسر نجموا اليوم نحكيوا على ستام ونبلام ستام. الناس كل دايوغ تعرف مشكلة رادس ستام. لا انا نقول لك لا، صحيح ستام عندها اخلالات وقفنا عليهم، ثم زاد خطه عمل كامله بديناها من عام ناول واحنا تو نتبعوا فيها وفيها بعض التاخير، لكن قاعدين نداركوا في التاخير. لكن ثم عدد من المتدخلين من صاحب السفينه حتى الحريف والترانزيتير داخلين في المنظومه، واحنا نشوفوا فيهم. احنا توا كي ندخل مشيت للميناء عدد من المرات وريت الفوضى اللي ساهم فيها متدخلين خارج خارج الميناء، لانهم استانسوا اليوم يتكبد في خسائر على مدار السنه ب 1000 مليون استنسوا. دينار استانسوا صحيح، ما راهو وصلنا خلينا نسبوا الامور، خاطر هذيك هذا الرقم اللي هو قالوه قالش مره واحنا سمعناه. لا صحيح، اما مش كان في الميناء مشكله الحاويات ومشكله الستام، عندنا مشكله اخرى احنا لي سوريستاري نتاع الحبوب.
تاع سفن الحبوب وسفن الليفراك تقعد بالاشهر يعني هذوما وتقعد ما تغادرش الميناء تقعد في اشهر باش تفرغ الحموله نتاعها على خاطر ما خلصتش وهذا تتكبد معناتها مصاريف زايده للدوله وهذا ريناه كنهار يعني احنا ما عندناش النومبر دو كي سوفيزون باش نقبلوا هالسفن هذه العمق نتاع الميناء بيدو اليوم احنا يلزمنا مياه مياه عميقه وذاك علاش معناتها زاد الحاجات هذوك ساهموا باش وصلوا لرادس الطريقه ذي لان ساهل نقولوا احنا رادس مش منظم وساهل هل يمكن اصلاح ميناء رادس والميناء بنزرت وميناء سوسه يعني هل يمكن الاصلاح والعمليه كيفاش تتم سيدي ملف المواني تو خاصه بدينا ميناء رادس لكن ماشيين المواني الاخرى ملف ميناء رادس مفتوح على مصراعيه واحنا تو وصلنا بعدد من القرارات وعدد من الاشياء اللي قاعدين نفعلوا فيها ولا باش يرجع عمليه التنظيم وشفنا الشين كاملة ونجم نعطيك مثال صغير ذكرناه عدد من المرات الرقمنة نعاود نرجع له علاش لأن لما تشري أنت منظومة كيما التوس والجوس اللي تراقب به الميناء والمنظومة ذي تفعلها تخدمها ومن بعد متدخلين لازم يتفاعلوا مع المنظومة ذي ما يستعملوهاش هاو نوصل حاجة أخرى منظومة الياس دو ترانسبور إضبارة النقل كان عندنا اجتماع البارح مع وزير التجارة وكليمات دعمنا لجنة نتاع إضبارة النقل هذا مشروع عنده 10 سنين اي صحيح 10 سنين في النوميريزاسيون يا سبحان الله شنو هو الديفلوبمنت كان 10 سنين نجم نديفلوبيو ندخل سيستيم دانفورماسيون مش شنو العائق يعني لهنا علاش الامور ماهيش قاعده تتحرك لان ثم نقص في التنسيق هذا احنا تو تعهدنا به كوزارة نقل وتنسيق بين المتدخلين من الديوانة من التيتين من ليزارماتور منظمة الأعراف نتاع المواني لو ام بي لوفيس ديبور الستام كلهم ستيتين كلهم راهم متدخلين في المنظمة ساعات كي يكثر المتدخلين سيد الوزير تزيد الأمور تتعطل هو هذاك علاش هو معقد يبدا القرار بيد شخص واحد ممكن تتسهل هذاك علاش احنا كوزارة نقل من دورنا أن نقوموا بهالتنسيق هذايا ونقولوا وناخذوا قرارات باش هالأشياء هذه تتفعل وتستعمل عليك علاش احنا توا خذينا ثم اون سيمولاسيون باش نعملوها اليوم في شهر اكتوبر بحضور ان شاء الله وزير التجاره مع بعضنا في رادس لتفعيل بالنسبه للتصدير استعمال اضباره النقل الرقميه 100% نحبوا ابارتير من 2022 ما عادش نحكيوا على اجراءات ورقيه مع ميناء رادس وممكن وموجوده راه لكن اون فا اوبليجي المتدخلين الكل ما يستعملوا كان النوميريك ألا ما يحبش يستعمل نيميريك أنا ثم مواني أخرين أما يراو عارف أنا جايينه مواني الأخرى زادة باش تتبع أما بالواحد بالواحد دونك احنا رادس ما عادش باش نقبلوا حتى حد ألا باش يتعامل معاه إلا بالوسائل الرقمية وذايا أبارتير من 22 وحتى كان باش نعمل دي ديروغاسيون راهو مش باش نتعملوها برشا واضح مهم جدا يعطيك صحة سيد الوزير النقل واللوجستيك معز شقشوق ضيف برنامج الأولى مساء اليوم شكرا لك جاوبتني على كل الأسئلة اللي معناتها حاولنا أن نطرق لكل الجوانب مع هذا ثم معناتها أخبار عاجلة نحاولوا أن نزيد نطرحوها في برنامجنا في تفاصيل في علاقة بتفاصيل الإجراءات الاستثنائية التي صدرت منذ قليل بالرائد الرسمي حيث أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم أمرا رئاسيا يتعلق بالتدابير الاستثنائية باش نحاولوا نطرحوها في البلاتو بعد قليل نمشيو لمعرض الصحافة ثم نعود نستهل اليوم جولتنا في معرض الصحافة الورقية والإلكترونية بداية مع جريدة الشروق التي أجرت حوارا مع عضو الحملة التفسيرية لرئيس الدولة بوثينة بن كريديس حيث صرحت بأن إعلان رئيس الحكومة سيكون هذا الأسبوع فيما تساءلت جريدة المغرب في افتتاحيتها ما هي المنظومة التي يريد الرئيس تفكيكها وكيف سيفعل هذا؟ فالقضية ليست قضية حكومة، القضية قضية منظومة. وفي السياق ذاته كتبت جريدة الصباح عن الرسائل التي وجهها الرئيس قيس سعيد في خطابه وكتبت أيضا سعيد يكشف عن بعض من مشروعه ويبقى الغموض في التفاصيل وتناولت جريدة الصحافة زيارة الرئيس قيس سعيد إلى سيدي بوزيد فكتبت من سيدي بوزيد ومن داخل فوضى الحضور الرئيس ينهي منظومة ما قبل 25 جويلية تماما في اتجاه ديمقراطية الحشود وفي علاقة بالوضع الاقتصادي تطرقت جريدة الصباح نيوز الإلكترونية لأجور الموظفين التي ستصرف في أجلها للأشهر المتبقية من العام الحالي لكن المخاوف قائمة بداية من 2022 أما جريدة لوكوتيديان تناولت موضوع التطعيم فكتبت الأولوية لتطعيم المترددين والمتخلفين
والرافدين، أما الشريحة العمرية بين 12 و 15 سنة يمكن أن تنتظر. وفي الشأن الخارجي، كتبت جريدة حقائق أونلاين عن لقاء وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بوكيلة وزير الخارجية الأمريكي المكلفة بشؤون السياسة بنيويورك، حيث صرح وزير الخارجية بأن إجراءات 25 جويلية تهدف إلى تصحيح مسار التجربة الديمقراطية.